السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة هشام كمالك. النهاردة هنعرض عليكم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2021، وهم كالتالي: أوائل محافظة القاهرة. الأول: ملك أيمن محب عيد الجندي، مجموع كل 280، إدارة المستقبل، محافظة القاهرة. الأول مقرر: السيدة زينب حنين أسامة محمد عبد المنعم مبروك محمد سمير محمد تاج الدين محمد فرج حازم حسام هشام أحمد دسوبي سارة ناصر تميم عزيزة رمضان حسين إبراهيم ياسمين محمد أحمد محمد تنسيم رجب حامد سلمى علي محمد الصمتي شهد عمرو احمد نجا جاني فكري محمود محمود هشام محمد شهد احمد محمد حبيبه سيد احمد ديفيد رافع سمير مريم ابراهيم رمضان حنين مصطفى احمد ياسمين مصطفى محمد باتريك ناجي فكري رحمه هشام عبد المؤمن عبد المؤنس يوسف شحت عبد الفتاح سمر عصام جانا محمد علي السيد جانا وسام محمد يوسف حبيبه مصطفى زينهم سما ايهاب عبد العاطي شمس خالد جود وليد محمد زياد ايمن جابر رضوى اشرف عاطف مارتينا وجيه عجيب احمد اسامه عبد العزيز مريم وليد وفيد هاجر صهيب محمد صرمي يوسف محمد عبد العظيم مايا محمد سعد نوران محمد جابري حسين محمد نادم مجدي شفيق حبيب محمد زناتي يحيى محمد سامي احمد علي عبد الله سيد حامد زكي عمرو احمد عبد النبي فاطمه ايهاب محمود.